طريقة احتفال أمريكية جديدة قد يراها البعض غريبة، حيث اشتهرت في مدينة فلوريدا بولاية لوس أنجلوس مؤخرا مشاركة حيواني الماعز في احتفالات يقيمها أفراد وشركات. فتاة أمريكية تعرض مشاركة ماعزيها وهما من أصول إفريقية في حفلات خاصة تقام في المدينة مقابل 99 دولارا للساعة الواحدة. عادة الحضور في الحفلات تنقسم آرائهم حول الماعزين، البعض يفضل بيبين لأنه لطيف، والبعض الآخر يفضلون سبانكي لأنه هادئ. إجمالاً الحضور يستمتع بهما. الطلب على بيبين وسبانكي بشكل متزايد وملحوظ، فضجت بهما مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تجد آلافاً من الصور والفيديوهات للماعزين على الشبكة العنكبوتية. في أول حفلة كانت الموسيقى صاخبة، أنا نفسي كنت قلقة بشأن الكيفية التي سيرد بها الماعز على ذلك. بيبين كان مستلقيا وهادئا تماما، ولم تكن الموسيقى تغضبه أو تبعده نهائيا. لا طقوس معينة إنجاز التعبير يقوم بها الماعزان خلال الاحتفالات، وإنما يحضران ليضيفا على الحفل لمسة خاصة، ويتسابق الحضور لالتقاط الصور معهما وملعبتهما. حفلات الماعز الأمريكية مشروع تجاري يمزج مرح الإنسان مع وداعة الحيوانات الأليفة.